دعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كامل، يعني شمل كل الخير. فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، عليك بالكوامل، أن تقولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك خير ما سألك عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك فيما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، يعني أي قضاء قضيته علي تجعل النتيجة طيبة. هذا دعاء كامل، فاحفظه وردده. المرة المقبلة بإذن الله ستكون عن دعاء يقيك من المعاصي بإذن الله، فتابعوني على مواقع التواصل الموجودة على الشاشة ليصلكم كل جديد.